السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا هنا في اليوتيوب، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان، ويا مرحب ويا مرحب ويا اهلا بمين يشارك. نقترب، انها تقترب، 100,000 تقترب. اشكركم جدا على هذه المتابعه والاهتمام. طبعا في البدايه لا تنسوا اشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات، واذا بدنا شك فضلا منكم وليس امرا مني. اللايك والشير والكومنت والحاجات الجميله دي ما تنسوهاش. بصراحه انا قاعد من امبارح افكر، هو الكابتن سيد عبد الحفيظ ليه ما طلعش بتصريحات قويه بعد مباراه اسوان؟ هم فازوا برضه، يعني هو طلع بعد ماتش الانتاج وقال تصريحات قويه، جمهور النادي الاهلي كان سعيد بيها سعاده لا توصف، احتفى واحتفل بيها احتفال شديد كبير، لكن المره دي سكت خالص، ودي حاجه لفتت انتباهي. ايا كان اسبابه بقى، لكن دي لازم تلفت الانتباه. هل اعاد التفكير الكابتن سيد عبد الحفيظ في التصريحات القويه اللي تبدو انها عنيفه؟ هل مثلا مقاطع قنوات حتى قناه النادي الاهلي، خصوصا انه قناه النادي الاهلي طلعت بيان مشترك مع قنوات الرياضيه في المصريه اون والزمالك، ونبذوا ما يحدث من مشاكل وبتاع، ودي حاجه محترمه جدا وحاجه يعني تسعد الجميع ان يبقى الاعلام على قلب رجل واحد، وخصوصا قنوات الاهلي والزمالك انهم الاكبر والاهم، ومعاهم بقى القناه الكبرى حاليا في مصر الرياضيه اللي هي اون سبورت، ودي حاجه محترمه جدا جدا. لكن الغريب النادي الاهلي طلع بيان كمجلس اداره النادي الاهلي ضد البيان اللي طلعه القنوات الثلاثيه، ايه اللي هيجرى بعد شويه الله اعلم. لكن انا الاساس بتاعي بسال، فين الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ فين تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد كل مباراه كده قويه وفي مباراه فيها ضغوط ولا هو قلبه ارتاح لانه الدوري خلاص هيتاجل؟ هيقعد 5 6 ايام وموسيماني هيريح واللعيبه هتريح شويه مجهدين، وخلاص ثبت انه ما ينفعش النادي الاهلي يلعب بالبدلاء، وانه صياغه الاهلي بما انحدر اصبحت صعبه ان تقول، رغم ان النادي الاهلي بيفوز، هو تعادل ماتش واحد من بعد العوده الافريقيه والنهائي الافريقي، تعادل ماتش واحد، لكن اداء مهترئ، لكن ما حدش بيتكلم عن الاداء خالص، لكن سيد عبد الحفيظ عمره خرج يتكلم عن الاداء ولا هيتكلم، ممكن موسيماني يتكلم وبتاع، لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ طالما كان اداره الزيت لا ردت ولا حاجة، وبعدين فجأة بقى كأن الإعلام خد موقف من تصريحاته الخاطئة شديدة الخطأ، وكان الحقيقة ما يبقاش الرد فعل للنادي الأهلي ومجلس إدارته بإنه يبقى ميال لكلام الكابتن سيد. من حق إن الكابتن سيد دفع عن النادي الأهلي عندما يرى أخطاء، حقه، لكن إنه يسخر من أندية لا، يسخر من اتحاد الكورة لا، لكن انت من حقك كمنتمي ومدير الكوره في النادي الاهلي انك تدافع عن النادي الاهلي. لكن تيجي تقول 7 ضربات ناقص للزمالك، 7 ضربات جزاء ولا ناقص 9 مباريات، مش شيك. طب ايه رايك امبارح في ماتش اسوان الاهلي اخباره ايه؟ شفت كم كوره راحت لاسوان؟ دول انهم لعيبه يعني مستواهم مش كبير وضعيف، ومفيش حتى واحد فيهم منور على المستوى الهجومي كان ممكن يعمل مشاكل رهيبه للنادي الاهلي، رهيبه. حد اتكلم؟ الناس فرحت بالثلاث اجوان، حلو قوي، مفيش مشكله، افرحوا زي ما انتم عايزين. لكن انا بتكلم بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ، اين انت يا كابتن سيد؟ ده سؤال مهم جدا. اين الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ لماذا لم نراه؟ هل هو مقاطع ولا لا؟ الدوري رايح فين يا حاج شادي؟ والله ما حد عارف اين يذهب الدوري، لكنه سيذهب. الى اين؟ لا احد يعلم. قد يذهب إلى قبره أو يذهب إلى جنته، الله أعلم الدوري رايح فين، لكن هو رايح في حتة أنا مش عارفها. لكن الأجواء بتقول إنه ممكن يتلغي، ممكن يبقى في مشاكل، ما يخلصش في سنته، ولا تعرف ال7 ماتشات اللي باقيين للزمالك وال8 ماتشات اللي باقيين للأهلي دول هيخلصوا إمتى؟ هيخلص كام ماتش في شهر أغسطس؟ الجدول هيطلع إيه؟ والجدول ما يطلع، ما تخليك قوي كده يا كابتن أحمد، واعتمد الجدول اللي موجود، بلغ النهارده قول لأ الجدول زي ما هو، يوم 3/8 الاهلي يلعب، ويوم 2/8 مش عارف مين الاهلي يلعب، والزمالك يلعب 3/8 وخلاص، ونحل الحكايه والروايه تهدى.
وخلاص. لا 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 هنشوف. نروح بقى للزمالك اللي يعني مش عارف يعمل ايه. قبل ما كان الزمالك طبعا لا تنسوا شكل القناه وتفعيل جرس التنبيهات وزي جدنا شك فضلا منكم وليس امرا مني. واللايك واللايك واللايك. الزمالك مش عارف يعمل ايه. يعني هو كارتيرون تلي قاعد يفكر طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا تقريبا عملت كل حاجه، لعبت ماتشات وديه وهلعب ماتش تاني ودي وهاجل معسكر وهرجع القاهره اتدرب وبعدين ارجع اسكندريه تاني في اليوم اللي محدش عارف هيتلعب امتى، اللي هو فجاه ممكن تبقى تسيد القاهره، تسيد القاهره ممكن يقول لك خلاص انا جهزت، ما حدش عارف الدوري رجع امتى. والجدول هيبقى ازاي ومواعيده ايه والدنيا ماشيه ازاي وهينتهي امتى. فالراجل برده زي اي مدير فني عاقل هيسال نفسه هو الدوري ده بيتعمل ليه؟ طب هعمل ايه؟ ايه خطتي؟ يعني شفنا قرار خلل شديد الخلل قام به نادي السيراميكا، انه اولا مشى هيثم شعبان دون ان يعلم احد لماذا رحل، وبعد شويه مشى الكابتن ضياء دون ان يعلم احد لماذا رحل، ثم اعاد الكابتن هيثم الذي لم يكن يعلم احد لماذا رحل، لم يعلم احد برضه لماذا اتى. وليه برضه فوضى؟ يعني هقول لك يلا في وقت اضافي جاي عندنا وقت اضافي تعالى نجيب مدير فني تاني. بيسالوا نفسهم حقهم يعني، انت عارف برضه ساعات راس المال يحب يسلي نفسه. المهم فالتسليه دي مش فارقه. طب الانديه اللي بتنافس زمالك وبيراميدز مصري اتحاد اللي بيتخانقوا على المركز الثالث والزمالك والاهلي اللي بيضربوا في بعض فوق عشان المركز الاول والبطوله يعملوا ايه بقى؟ كابتن يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هيدي اجازه يوم ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10 ولا 15 ولا 20؟ لا احنا منتظرين بكره ان شاء الله فوز المنتخب المصري لكره القدم على البرازيل ايا كان نوع الفوز بقى، كان بنص هدف، كان بضربات جزاء، كان بالقرعه، المهم ان شاء الله المنتخب بتاعنا يفوز بكره. ساعتها هنعرف هو الدوري يبدا امتى؟ هيبدا يوم 9 ولا يوم 10 ولا يوم 11 ولا يوم 12 ولا يوم 15 ولا يوم 16 ولا يوم 17 ولا مش هيبدا؟ يعني كل الامور دي هنعرفها بقى مع الوقت يعني. فبصراحه ربنا يكون في عون كارتيرون كل المدربين اللي عاوزين يشتغلوا ومش عارفين يشتغلوا ازاي. كابتن احمد مجاهد سمع كلام الاستاذ كابتن سيد حفيظ وقال لك مش هلعب ماتشات بعد اسوان، قال له من عندي قبل عندي وما لعبش، وقال لك لا انا قلت من عندي قبل عندي بعد من عندي بعد المنتخب صعب. ماشي تعال نروح للزمالك بقى. الزمالك قدم شكوى ضد الدحيل. الدحيل تعاقد رسميا مع اخونا حمدي النجاس اللي رحل دون تحيه ورحل بشكل سيء له ولكل من كان يحبه ويتعامل معه باعتباره ابن ميت عقبه زي ما هو كان بيقول انا مواليد ميت عقبه. فواضح جدا ان مواليد ميت عقبه نقل بقى مواليد قطر. تعرفين ان قطر هي مجموعه احياء كده لطيفه يعني. ف انا رحت قطر في 2012 اعتقد، حاجه بلد لطيفه جدا بالمناسبه على مستوى الشوارع والناس ذوق وكل حاجه، بتتكلم انجليزي اكتر بتتكلم عربي، ودي لان معظم العاملين هناك اجانب يعني. المهم مش دي المشكله. فساسي رايح او راح الدحيل، الزمالك قدم شكوى في الدحيل. ده مش بس كده، ده طلع نادي الزمالك بعت انذار رسمي الى نادي الدحيل يحذره فيه من التعاقد مع ساسي لانه ما زال عقده مستمرا مع نادي الزمالك. وفي الاخر حصل ايه؟ حصل انه الدحيل تعاقد بالفعل مع فرجاني والزمالك هيقدم شكوى في الدحيل وشكوى في فرجاني. هيطلع نتيجتها ايه؟ الله اعلم. لكن ازاي بيقول لك احنا نمشي بالطرق القانونيه؟ اللاعب موجود عندي تعاقد في وقت غير صحيح ومن حقي ان انا اخده. اتحاد الكوره مش هيبعت البطاقه الرسميه، خلاص يعني مش فارقه، يروح ياخد بطاقه مؤقته ويقعد يلعب بقى ونشوف الزمالك هياخد الحكايه مع فرجاني ويوصل بيها فين. ايا كان بقى الصياغات القانونيه اللي هتحصل، لكن الخروج ما بقاش شكل كويس.
وان فرجاني بقى من محبة رهيبة شديدة من جمهور الزمالك الى بغضاء وعدم اهتمام بالمتابعة بل بسبه بشكل يعني يحزنني انا شخصيا من جمهور نادي الزمالك للعب من اليمين. انا ما بحبش كده، ما بحبش المشاعر المتطرفة لا اما يمينها لا اما شمال، لا في عقل خلاص الراجل ادى اللي عليه في نادي الزمالك وعاوز يمشي ومشي بطريقة مش حلوة، لكن خلاص كان عقده انتهى يعني مش هربان زي كهربا، العقد موجود وراح يعمل وماشي لغايه دلوقتي بطاقه مؤقته ومحكوم عليه ب 3 مليون ب 33 مليون جنيه، لكن دي قصه تانية بقى ما نشوف الاتحاد الدولي هيعمل فيها ايه، لكن خروج غير مشرف لساسي من نادي الزمالك. طيب خروج مشرف حاجه محترمه جدا، التنين في التاريخ محفوظ يعني تنين الناس تتذكر انه عمل نتائج كويسه وعمل وعمل وعمل، لكن دلوقتي لن يتذكره اي شخص من جمهور نادي الزمالك الا بالسيء، بانه هرب وانه ما كملش الموسم وانه ما رضيش مش عارف ايه، يعني كتير هيبصوا الحكايه المنطقه. طيب انتوا عارفين الزمالك كان بيفاوض محمد ميجالي، وانا قلت لكم ان مشكله محمد ميجالي في انه المقاولون ممكن يطلبوا فلوس كتير، وان محمد عادل المشرف على الكوره في المقاولون ممكن ما يبقاش راضي، وقد كان المقاولون طلب فلوس كتيرة من الزمالك، ثم انه ما سألوا ادارة الجهاز الفني الجهاز الفني رفض رحيل محمد ميجالش، قال لك محتاجينه، لكن ادارة المقاولون كانت هتبيعه ولا تفرق معاها وجهة نظر الدكتور الكابتن محمد عادل طبعا ولا الكابتن عماد النحاس بجنيه في حالة ان الزمالك وافق على المقابل المادي، لكن الزمالك رفض وبالتالي ابتعد محمد ميجالي من التواجد في الزمالك الموسم الجاش. اي اللي هيجرى بعد كده، هل الموسم اللي بعده هيظهر ولا لا، الله اعلى واعلم. هو ميجالي لاعب كويس وانا شخصيا كنت شايف انه من الاسامي المميزه يعني، لكن يبدو انه الفلوس كانت كتيره والزمالك مش هيدفع فلوس كتير للاعيبه ابدا في للانديه ولا للاعيبه الجديده. طول ما الكابتن حسين لبيب موجود الفلوس يعني مش تخطى 6 7 مليون ده لو وصلت يعني اللعيبه الجدد، لانه الزمالك يعني واحد زي احمد زيزو وزي اخونا ايوينش 8 مليون بالاضافه لعقد اعلانات، فبالتالي مش هيجيب حد يديله 8 مليون، لا يديله 5 4 5، فده اللعيبه الجدد، وانك انت تدفع للانديه اقصى حاجه 7 8 وبالقسط كمان مفيش. ظروف كورونا على فكره صعبه جدا، لكن محدش واخد باله بيدوروا على ان كل واحد عاوز يكسب من هنا على هنا من الزمالك عايزه، وبعدين الزمالك خلاص ممكن يجيب لاعب واحد ويقفل باب على الحته دي خالص ويقول لك دي ما هو كله زي بعضه بقى، حد عارف الدوري ده هيخلص امتى عشان نعرف الدوري الجديد هيبدا امتى وهيبدا ولا لا. بمناسبه بقى الافكار بتاعه الزمالك في اللعيبه الجداد، اقول لكم معلومه مهمه جدا، لكن ايه بعد ما تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك 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 اهو بقول لكم. عارفين كابتن حسين السيد الظهير الايسر لنادي الاهلي السابق ولعب في طلائع ومنقول حاليا في اعاره من الطلائع باين الى الاسماعيلي، هو لعب مع الاسماعيلي باداء كويس بصراحه يعني ظاهر بشكل جيد، كابتن فاروق جعفر وهو احد المسؤولين عن التعاقدات في نادي الزمالك واختيار اللعيبه عاوز حسين السيد في حاله اصرار عبد الله جمعه على الرحيل او انتقال عبد الله جمعه الى نادي زي بيراميدز او زي ما قلت لكم الفاركو يشتروا يعني السنه اللي باقيه من الزمالك ويمشي، فهل ده هيحصل؟ الله اعلم، لكن حسين السيد الكابتن فاروق جعفر بيقولوا انه يقدر يخلصه بسهوله وانه لو كارتيرون وافي عليه اي، فحسين السيد يظهر في الافق. حسين السيد الظهير الايسر للنادي الاهلي السابق والصفاقسي تقريبا التونسي السابق اللي كان معار ليه والطلائع وحاليا الاسماعيلي قد يكون متواجدا في النادي الزمالك في الموسم الجديد. دي مفاجاه الكابتن فاروق جعفر للزمالكاوي. هل هيؤدي اداء جيد؟ هل هينجح حسين لو جه ولا لا؟ ما نشوف الامور واخدانا ورايحه فين.
وبمناسبة الباك الشمال، احنا عندنا في الزمالك مشكلة في الباك اليمين، وهي انه حازم امام بيصاب على طول، احمد عيد شاب لسه بيكتسب من الخبرات، بقيله حبة خبرات برضو، محتاج انه يلعب كتير ويتكسبها ويكسبها. وعندنا انه حمزة المسلوسي التونسي عنده مشكلة في التأقلم ومش قادر يجيب مستواه المعروف عنه اللي كان شهير بيه في تونس يعني، فالأمور متأزمة. عشان كده الزمالك قرر انه يتعاقد مع حمدي النجاز. فالزمالك دلوقتي استقر على عودة حمدي النجاز الى نادي الزمالك مرة اخرى، كان غايب بس شوية وراجع. طيب اما هيرجع هيحصل ايه؟ اولا قالوا له عشان ترجع لازم تخلص مشكلتك مع الترجي مع نفسك، تشوف انت تحلها ازاي انت والترجي وتحل المشكلة وديا، وبعديها نيجي نعمل عقد معك في الزمالك بمقابل مش كبير لكن هيضاف عليه، يعني مثلا هفترض مقابل جنيه، هيضاف عليه جنيه ونص بتوع الغرامة بالتقسيط على الثلاث اربع سنين اللي الزمالك هيتعاقد فيها مع حمدي النجاز، بالاضافة لانه كمان القيمة المالية بتاعت الغرامة يتنازع عن جزء منها، يعني هي 1,200,000 ممكن يبقى 800، وال 800 يتوزعوا على الموسم، فيبقى مثلا بياخد 300 وعليهم من 200 كل واحد 500,000 في الكام مثلا الثلاث موسم اللي هيقعدهم او حاجه زي كده. ايه اللي هيجرى؟ ايه اللي هيروح؟ هو ده الموضوع. عشان اولا الزمالك مستقر على عودته، مفيش مانع خالص، بس يخلص نفسه. وهو ما عندوش مانع في كل تفصيل ماليه اللي قلت لكم عليها، انه يقلل الراتب ويقلل الغرامه ويقسط الغرامه دي على الايه؟ المواسم اللي هو موجود فيها النادي الزمالك. اللي انا وجهه نظري انه اقصى فلوس هياخدها من النادي الزمالك 450,000-500,000 دولار، يعني حاجه كده نفس الراتب اللي بياخده حمزه المسلوسي يعني. فمش هتبقى فيها مشكله بالنسبه للزمالك انه بيدفع لحمزه المسلوسي، فبالتالي خلاص ندفع لحمدي، وحمدي اثبت كفاءه ما عند في نادي الزمالك وكان موجود وخد معاهم الكونفدراليه و و و، فممكن يرجع تاني. لكن عشان يرجع تاني لازم يعمل اللي قلت لكم عليه. الزمالك والكابتن حسين السيد والكابتن فاروق جعفر وقبليه والكابتن حسين لبيب مهتمين قوي باستقرار فريق الكوره، وبيشوفوا ايه اللي هو عايزه ويريحهم ويعملوه. اهم حاجه المستحقات. عشان كده خلال الكام يوم اللي جايين وقبل بدايه الدوري اللي محدش عارف يبدا امتى، هيكون الزمالك سلم لعيبه الزمالك جزء من المستحقات المتبقية ليهم عند نادي الزمالك، عشان تبقى الأمور مستتبة ويدخلوا السبع ماتشات اللي جايين وهم رجلهم ثابتة في الأرض قوية. خلي بالك يا زملكاوي إنه السبع مباريات مالهمش أي علاقة بالنادي الأهلي، إنك مش هتقابل النادي الأهلي في أي مباراة منهم ولا بيراميدز، هتقابل المصري والاسماعيلي والاتحاد والبنك والسيراميكا والانتاج الحربي، باين مش فاكر مين الاخير بصراحه بتاع الزمالك دجله، فدول هتقابلهم. فالموضوع زي ما قلت يوم ما الاهلي تعادل مع البنك الاهلي، قلت ان الموضوع دلوقتي في شيكابالا وزملاء الكره في ملعب، بس يا عم شادي ما الاهلي لو فاز الماتش اللي باقي هيبقى اول الدوري بفارق الاهداف، صح؟ لكن ما خدش الدوري لسه، لكن لازم تتنيك تفوز. حتى لو افترضنا ان الزمالك لا قدر الله خسر الدوري، فممكن يخسر الدوري بفارق الاهداف او بفارق المباريات المباشره مش بفارق النقاط، وبعدين المنافسه كانت مشتعله اللحظه الاخيره، واشتعال المنافسه في اللحظه الاخيره النادي الاهلي بينهج دلوقتي، ولاعيبته اللي جايه من اليابان هتنهج. لان انا بقول لكم لو الزمالك مثلا لعيبه الزمالك وصلوا مصر، يعني خرجنا لا قدر الله من اخواتنا بتوع البرازيل، يوم 3 اغسطس هيبقوا هنا، في يوم 5 اغسطس الدوري يتلعب. الزمالك مش هيلعب لا محمود لا عاشور ولا محمود الوجه ولا فتوح، لكن الاهلي هيلعب بيهم، وده هيبقى ضغط عليهم لانه اصلا بيعيط كابتن سعد حفيظ بيدبدب في الارض عشان اللعيبه دي ترجع، الشناوي واكرم توفيق والحاجات دي كلها، فممكن يبقى في ضغط عصبي عليهم واجهاد، فممكن برضو يتاثر في الماتش اللي هيبداوا بيه اللي هو محدش عارف هو ايه، كان المفروض يلعبوا دجله وبعدين سيراميكا، هيبداوا بايه دلوقتي؟ يعني النهارده ماجد سامي قال لنا
ده اولا الترتيب غلط، انت ليه عملت كابتن مجاهد كده ثم ما عملت لغيت دلوقتي؟ انا كنت هقابل الاهلي باللعيبه اللي هي مش موجوده من اللعيبه اللي بتاخد اولمبي هتلعبنا بيهم، ومع ان الثلاثه اللي قصادي اللي لعبهم الاهلي اللي هو بنك واسوان والانتاج هم المنافسين المبشرين ليا على الهبوط، لعبوه بدون اللعيبه، منهم ناس فازت بنقطه اللي هو البنك الاهلي، فانا ما يمكن اعمل زي البنك الاهلي واكتسب نقطه تساعدني في الطريق. فبرضه خلي بالك ان اسوان هيقابل الاهلي تاني، فالقصه هنا غامضه جدا ومحدش عارف فين. لكن الزمالك عشان يريح نفسه ويوفر كل الراحه هيدفع جزء من المستحقات المتبقيه للعيبه عنده عشان يبقوا سلام وجاهزين للمعركة الكبرى في السبع مباريات اللي جاية المضغوطة. الله أعلم مضغوطة ولا لأ، لأنه في فاصل هيحصل بينهم خلي بالكو. وأنا وجهة نظري طالما بقى في فاصل يحصل بينهم فمش لازم تضغط مباريات يا كابتن أحمد. فاصل اللي هو إيه؟ معسكر المنتخب الأول. أشوفكم على خير في اللي جاية إن شاء الله.